بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أخواتنا المشاهدين الكرام من هنا من أرض فدك الصغرى وبرنامجكم ميكروفون مصر، وصل صوتك. بإمكان كل الإخوة المشاهدين التواصل معنا في هذا البرنامج من خلال نمر الهواتف الموجودة أسفل الشاشة. احنا في اليوم ده هنتكلم عن موضوع يتكرر كثيرا، وتكلمنا فيه كثيرا هذا الموضوع، وهنتكلم مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الناس تفهم انه الشخصيه زي ابو بكر لا تستحق الاتباع. ولهذا السبب يلعن الشيعة ابا بكر بن ابي قحافه لعنه الله. احنا نسمع كتير يتصلوا متصلين يقول ده ثبتت صحبه ابو بكر في القران، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على ثبتت صحبته على وخلاص انتهى الموضوع بسبب أنه أبو بكر كان في الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا تكلمنا عن الموضوع وشرحنا وقلنا دي مش فضيلة، دي فضيحة لأبو بكر. إحنا هنتكلم في الموضوع ده مع الأخ الباحث المتشيع عمرو عبد الله من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا استاذ فايز؟ الحمد لله الحمد لله. يا استاذ عمرو انت ادرى بالموضوع ده مني واعلم بالتاكيد مني انه مر عليك هذا الموضوع اكتر من مره، انه ابو بكر ما حدش يتكلم عليه عشان في موضوع واحد وجعلوا منه يعني حاجه كبيره جدا، الا وهو موضوع الهجره بتاعه ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه واله. دلوقتي انا بسالك سؤال في موضوع الايه نفسها، ايه الهجره، هل ايه الهجره التي يزعمون انها نزلت في مدح ابي بكر هل هي فضيلة لأبي بكر؟ أيوة أستاذ فايز، معايا صوتي واضح؟ أيوة صوتك واضح. صوتي؟ واضح، تفضل. أيوة تمام. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة المنافقين المجرمين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قضية آية الغار، لما نتكلم عن قضية الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، نبتدي الكلام بآية الغار. إن شاء الله بآية الغار. حضرتك سألتني هل في آية الغار، هل في آية الغار دليل على أبي بكر؟ طيب الإجابة ببساطة، خلينا كده واحدة واحدة نمسك الآية زي ما عملنا قبل كده وندور فيها على فضيلة لأبي بكر. يعني احنا دلوقتي هندور على فضيلة لأبي بكر في الآية ونتكلم كلمة كلمة. الآية آية الغار بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. خلينا ندور في الآية كلمة كلمة، ندور فيها على فضيلة لأبي بكر. تمام، هذه الآية من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لغاية هنا الآية بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وعن خروج النبي من مكة ووجود شخص تاني معاه لما خرج من مكة. ثاني اثنين إذ هما الغار. لغاية هنا الآية بتذكر النبي خرج من مكة يعني كم.
طيب، وجود الشخص ده مع النبي صلى الله عليه واله وسلم هو لا يدل طبعا على ايمانه. بس يا استاذ عمرو، انا المؤمنين والمنافقين، يا استاذ عمرو انا قدح في بالي سؤال دلوقتي، بدايه الايه الا تعتبر ذم لما يسمى بالصحابه؟ الا تنصروه فقد نصره الله. خلينا كده، خلينا الاول ندور على فضيله نعم لابي بكر في الايه، وبعد كده يعني في الاخر باذن الله هنوضح الايه اساسا بتتكلم عن ايه وتقصد ايه، لان في نقطه مهمه في الايه دي. طيب، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. لغايه دلوقتي الايه بتذكر ان النبي صلى الله عليه واله خرج من مكه، وبتذكر ان هو كان معاه شخص لما اخرج من مكه، تمام، لما اضطر ان هو يخرج من مكه بسبب المشركين كان معاه شخص، كان معاه في مكان واحد. طبعا وجود الشخص ده معاه في مكان واحد لا يدل على ايمان هذا الشخص، لان المؤمنين والمنافقين والكفار مع النبي صلى الله عليه واله في مكان واحد احيانا. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. طيب، هل كلمه صاحبه دي دليل على ايمان ابي بكر او فيها فضيله لابي بكر؟ الجواب لا، لان زي ما وضحنا قبل كده ان كلمه صاحب، كلمه الصاحب في اللغه العربيه معناها المتواجد مع الانسان في مكان واحد، ده معنى الصحبه في اللغه العربيه، غير معنى الصديق او الخليل. في اللغه العربيه الصديق او الخليل حاجه والصاحب حاجه تانية. احنا صحيح في اللهجه العاميه بنقول الصاحب بمعنى الصديق او الخليل، لكن في اللغه العربيه الصاحب مش معناها الصديق او الخليل، الصاحب معناها المتواجد مع الانسان في مكان واحد، وده ممكن يكون مؤمن وممكن يكون غير مؤمن. والقران ذكر الصحبه بمعنى الذم في اكثر، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ده نبي معصوم، هو نبي الله يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، له صاحبان كافران مشركان، واضح في سورة كهف الله سبحانه وتعالى بيقول الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله خلقك، يعني صاحب مؤمن له صاحب كافر، واضح المعنى تمام. فصاحبه لا تدل على فضيلة ولا على إيمان، تدل على أنه كان موجود مع النبي في مكان واحد، ممكن يكون مؤمن وممكن ما يكونش مؤمن. طيب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طيب، خلينا كلمة كلمة، لا تحزن. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا النبي صلى الله عليه وآله نهى أبا بكر لعنه الله عن الحزن، والحزن هو الخوف الشديد. والنهي، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو نهي الله سبحانه وتعالى، الأصل في هذا النهي أن يكون عن المعصية، أن يكون عن المعصية إلا إذا دلت قرينة على أن النهي عن الطاعة على نحو التخفيف، على نحو التخفيف، تمام؟ زي مثلا ما في سورة مريم الله سبحانه وتعالى بيقول فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سرية. هنا النهي ده عن الطاعة، يعني مريم عليها السلام حزنها على عيسى عليه السلام كان طاعة، وهذا النهي كان على نحو التخفيف، كان نهيا عن الطاعة على نحو التخفيف بقرينة مدح الآيات لمريم عليه السلام. أما في حالة آية الغار فلا توجد قرينة تدل على أن هذا النهي عن الطاعة وانه على نحو التخفيف. فنرجع اصل ان النهي بيكون عن المعصيه وليس عن الطاعه، فهذا نهي عن المعصيه وهذا مثلبه لابي بكر وليس فضيله، واضح. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. طيب، ان الله معنا، اولا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقصد بكلمه ان الله معنا يقصد نفسه الشريفه، يعني معي. وطبعا استخدام ضمير الجمع في التعبير عن المفرد ده جائز في اللغة العربية ومستخدم في اللغة العربية ومستخدم في القرآن في مواضع كثيرة، تمام. وهنا طيب بيجي السؤال، صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبو بكر إن الله معنا ويقصد نفسه
ايه معنى ان هو يوجه الكلام ده لابي بكر؟ معنى ان هو يوجه الكلام ده لابي بكر ان هو يطمئن ابا بكر، لان النبي صلى الله عليه استاذ عمرو. نعم استاذ عمرو. ايوه معايا يا اخي، فاهم صوتي؟ ايوه واضح؟ معاك. ايوه صوتي واضح يا اخي؟ ايوه واضح. ايوه اتفضل. تمام. معنى ان النبي صلى الله، ايوه تمام، معنى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لابو بكر ان الله معنا، يعني مع النبي، وهو يعني بهذا ان الله معه، مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، هو انه يطمئن ابا بكر، لان حاله الهلع اللي ابو بكر كان فيها لعنه الله كانت ممكن تؤدي الى انكشاف امر النبي والتفات المشركين لمكان النبي صلى الله عليه واله. فالنبي هنا بيسكت ابو بكر من الهلع اللي هو فيه، فبيقول له لا تحزن ان الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وطبعا ابو بكر في الموقف ده مصيره مرتبط بمصير النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما النبي يقول له انه ان النبي ناجي في هذا الموقف سينجو ويطمئنه، هو هنا بيسكته هو وبيطمئنه هو عشان يسكت، زي ما سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه كلا ان معي ربي سيهدين، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي، مع موسى عليه السلام. ومصير بني إسرائيل في هذا الموقف كان مرتبط بمصير موسى عليه السلام، فلما بيقول لهم إن معي ربي هنا بيطمنهم، هنا بيطمنهم، لأن معية الله له في هذا الموقف تعني إن هو حينجو، تعني النجاة، وبالتالي نجاة بني إسرائيل معه. فهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لو افترضنا إنه الله معنا دي المقصود بيها مع النبي وأبي بكر، لو افترضنا إن هو ده المقصود بالكلمة، هل هذا فيه فضيلة لأبي بكر؟ هل هذا فيه فضيلة لأبي بكر أو دليل على إيمان أبي بكر؟ الجواب لا طبعا. ليه؟ لأن معية الله سبحانه وتعالى بمعنى إحاطة الله واطلاع الله سبحانه وتعالى وسمع الله وبصر الله وإحاطة الله واطلاعه سبحانه وتعالى، هذه المعية تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر والمنافق. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والكلام هنا عن كل الخلق مش عن المؤمنين فقط، حتى إنه بيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون، والكلام عن المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، صدق الله العلي العظيم، والكلام هنا عن المنافقين. فالمعية دي لا تخص المؤمنين دون المنافقين. وحتى لو افترضنا ممكن حد يجي يجاوب يقول او يعني يشكل يعترض يقول لا، هنا المعية مش معناها مجرد ان 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 ربنا سبحانه وتعالى يعني مطلع عليهم وشايفهم وسامعهم، لا، المعية هنا معناها ان ربنا حينجيهم، ربنا معاهم يعني حينجيهم. طيب الجواب على كده انه حتى لو افترضنا إن الله معنا بمعنى النبي وأبو بكر وبمعنى إن ربنا حينجيه، فهذا أيضا لا يدل على إيمان أبي بكر، لأن الله سبحانه وتعالى في الدنيا ينجي المؤمن غير المؤمن، يعني المنافق والكافر مين اللي بينجيه في الدنيا من الأخطار اللي بيتعرض لها وبينجو منها؟ هل له إله غير الله سبحانه وتعالى بينجيه من دون الله؟ لا، الله هو الذي ينجيه أيضا. فحتى النجاة ليست خاصة، النجاة في الدنيا من الأخطار ليست خاصة بالمؤمن دون المنافق والكافر، واضح المعنى؟ لكن هو الحقيقة أن النبي، الحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم يعني بكلمة إن الله معنا يعني معه هو، وفي هذا إسكات لأبي بكر لأنه كان في حالة هلع. تمام؟ نعم. طيب السؤال الثاني اللي يطرح كمل بس. نعم. الآية يا أخ فايز، يا أخ فايز،
بعد إذنك نكمل بس الآية، نكمل الآية للآخر علشان يتضح المعنى إن شاء الله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل معايا أخفي صوت واضح؟ أيوة معك. واضح. صوتك واضح. واضح. نعم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صدق الله العلي العظيم. هنا بقى الفضيلة. الآية من البداية بتتكلم عن شخصين، بتتكلم عن النبي والشخص الثاني اللي كان معاه. تمام؟ نعم. لما جت الآية لموضع الفضيلة وذكر الفضيلة اللي هي نزول السكينة والتأييد بالملائكة، خصت النبي صلى الله عليه وآله لوحده. قالت فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. تمام؟ وده دليل على نفاق أبي بكر. ليه؟ هنقول نقطتين يدل على إن المعنى هنا دليل على يعني عدم ذكر الآية لنزول السكينة على أبي بكر، دليل على نفاق أبي بكر. أولا، القرآن لما ذكر نزول السكينة على النبي في الغزوات كان بيذكر نزول، وفي المواقف والمشاهد كان يذكر نزول السكينة على النبي والمؤمنين اللي معاه، زي قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وفي آية تانية بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فلما الله سبحانه لما القرآن بيذكر نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وآله في الغزوات وفي المواقف والمشاهد يذكر نزول السكينة على النبي والمؤمنين اللي معه. تمام؟ يعني جيش النبي كان فيه مؤمنين والمحيطين كان فيهم مؤمنين وغير مؤمنين، الله يذكر نزول السكينة على النبي وعلى المؤمنين، وكذلك في التأييد بالملائكة، يذكر الله سبحانه وتعالى تأييد النبي والمؤمنين اللي معاه بالملائكة. طيب في آية الغار الله سبحانه وتعالى ذكر نزول السكينة على النبي وتأييد النبي بالملائكة دون ذكر السكينة أبي بكر أو تأييد أبي بكر بالملائكة. وده قطعا يدل على أنه منافق، يعني هي حسبة منطقية. لما كان في الغزوات كانت الآيات بتذكر في ذكر هذه الغزوات نزول السكينة عليه وعلى المؤمنين معاه. طب في الغار كان معاه واحد، الآية ذكرت نزول السكينة عليه لوحده، ما ذكرتش نزول السكينة على حد تاني. ليه؟ لأن ما كانش معاه مؤمن في الغار، ما كانش معاه مؤمنين، ما كانش معاه حد مؤمن في الغار. واضح المعنى. النقطة الثانية إن هنا في هذه الآية في ضرورة لذكر الآية لنزول السكينة على أبي بكر لو هو مؤمن. ليه؟ لو أبو بكر مؤمن، فسبب نزول السكينة والتأييد بالملائكة الحالة اللي كان فيها أبو بكر. لو كلام الكرية صح إن أبو بكر لعنه الله مؤمن وإن هو كان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في ضرورة لذكر الآية نزول السكينة على أبي بكر، لأن نزول السكينة في الحالة دي في حالة أبو بكر مؤمن هي نتيجة، نزول السكينة هو نتيجة الحالة اللي أبو بكر كان فيها، هي نزول السكينة هو بسبب الحالة اللي أبو بكر كان فيها. ففي ضرورة هنا لذكر الآية نزول السكينة على أبي بكر لو هو كان مؤمن، وعدم ذكر الآية نزول السكينة على أبي بكر هو دليل قطعي على انه منافق. واضح المعنى. فهذه الآية تدل بالضرورة وبالقطع على ان ابا بكر لعنه الله منافق. واضح المعنى تماما. تمام؟ وطبعا يعني بعض البكرية بيحاولوا يوقفوا القضية فيقولوا لا ده هو اللي نزلت عليه السكينة وأيد بالملائكة الذي ما بيقولوش بقى اللي أيد بالملائكة، بيقولوا الذي نزلت عليه السكينة هو أبو بكر مش النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي ما كانش محتاج لنزول السكينة، لأن اللي خايف كان أبو بكر، أبو بكر هو اللي كان خايف مش النبي، فاللي محتاج لنزول السكينة هو أبو بكر، فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر. طبعا هذا الكلام واضح البطلان، واضح البطلان. أولا لأن الآية الضمير فيها يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وصرف الضمير من النبي صلى الله عليه إلى أبي بكر يحتاج إلى قرينة قوية تدل على صرف الضمير من النبي إلى أبي بكر، وطبعا ما فيش قرينة تدل على ده أبدا. يعني الكلام في الآية من أولها الضمير فيه يعود على النبي صلى الله عليه وآله مش على أبي بكر. ما ينفعش تقول إن هنا الضمير بيعود على أبي بكر في هذه الكلمة إلا بقرينة قوية، وما فيش القرينة دي مش موجودة أولا. ثانيا صاحب السكينة هو نفسه المؤيد بالجنود، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والقول بأن أبو بكر صاحب السكينة من دون النبي معناه إنه هو المؤيد بالجنود من دون النبي. هذا إخراج زي قال الشيخ المدير، هذا إخراج للنبي عن النبوة، وده معناه إن أبو بكر هو النبي مش سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. ده ثانيا. ثالثا مفيش معنى أصلا للقول بأن النبي لا يحتاج السكينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح النبي في حال سكينة دائمة، لكن هذه السكينة هي بإمداد من الله وليست من دون الله. والقول بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج السكينة من الله وكفر. رابعا القرآن ذكر صراحة نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المواقف والمشاهد، فقال فأنزل الله سكينته عليه، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فما فيش معنى بعد كده للقول بأن النبي صلى الله عليه وآله مش محتاج للسكينة والسكينة بتنزلش عليه، ولا رسوله هنا برضه هو أبو بكر ولا إيه، مش حاجة طبعا تهريج هذا القول يعني بأن صاحب السكينة هو أبو بكر. فصاحب السكينة هو النبي صلى الله عليه وآله كما هو واضح في الآية، وعدم ذكر الآية لنزول السكينة على أبي بكر هو دليل قطعي على نفاقه، لأن لو هو مؤمن وزي ما البكرية بيدعوا هو كان مؤمن وكان خايف على النبي صلى الله عليه وآله، فنزول السكينة في الحالة دي لو هو مؤمن نتيجة للحالة اللي هو كان فيها، ف في ضرورة هنا لذكر الآية نزول السكينة عليه لو هو كان مؤمن، وذكرها نزول السكينة عليه دليل قطعي على نفاق لعنة الله عليه. تفضل أخ فايز. لعنة الله عليه. نستقبل أول اتصال معنا عبد الزهراء من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حضرتك أيمن أستاذ سليم؟ أستاذ أيمن أيوه تفضل. كنت عايز أعمل مشاركة بالنسبة لموضوع الحلقة بالنسبة لتحدث ابن أبي قحافة السلطان الأول. نعم. هي القضية كلها ليس قضية تاريخية، أنا أنظر إلى آيات قرآنية ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه بعيدا عن كل ملابسات تنتمي إلى مذاهب إسلامية لا من منظور شيعي ولا من منظور سني. القرآن بيقول ثانية اثنين، لازم نرجع قبل ثانية اثنين بأيتين، كل ما استقرأ غلط ما لكم إذا قيل لكم، لازم نرجع قبلها بأيتين من أول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. من هنا تبدأ آية الغار مش من الآية اللي الناس تقراها اللي هي فأنزل الله سكينته عليه، لازم نقرأ آية الغار قبلها بأيتين في سورة براءة، وسورة براءة لا يصح قول بسملة فيها لأنها براءة من الله ورسوله، هذه هي الفاضحة للمنافقين والنفاق في عتات المرض النفاق من الصحابة الأجلاف الموجودين في المدينة، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. فقال لهم يا أيها الذين آمنوا، أيها الصحابة، أنتم الذين ذهبتم في تبوك، يعني كان في أواخر عهد المصطفى صلى الله عليه وآله بعدما تمت الرسالة أكثر من 19 سنة، بعدما تعب الرسول في بنائهم، وهكذا يوبخهم القرآن، يقول لك الرسول ما عرف يربي، الرسول رب الصحابة وتعب في بنائهم والقرآن ما زال يوبخهم لأنهم قابلية غير موجودة عندهم وغير استعداد نفسي للتأهل للإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهي دي القضية دايما اللي القرآن ينوي عليها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، دايما يقول لهم كده تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كان في بدر يقول لهم كده، ولما قتلوا الرجل اللي قال أسلم وقال لا إله إلا الله قتلوه، فربنا سبحانه وتعالى برضه قال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يطبخهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أيها الصحابة جاهدوا استاقلتم إلى الأرض أخرجتم إلى الدنيا أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، هذا اسمه عتاب استنكاري لفعل قبيح
وفما جزاء حكمه في الاخره الا قليل الا تنفروا الا يعني ان لم الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. هل هذا كلام يقال لناس اتقياء اولياء اطهار فرحت معهم التربيه ولا التربيه فشلت لان القابليه عندهم غير موجوده، ليست القابليه عند المصطفى، المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا نور الانوار، لكن هم ليس لديهم قابليه. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فالله حب ان ينوي ويؤسس لهذه القضيه، يقولوا له يا رب انت بتعمل معانا ليه كده؟ يقول لهم فاكرين في الهجره لما المفروض ان انتم يا اتقياء يا اولياء يا اللي بتحبوا الرساله والمصطفى تضحوا برقابكم كلكم وبنسائكم وبسيوفكم مكانه وتحوطوه جبال من الاسود وهو يهاجر كلكم فلقتم وجريتم وسبتم ما كانش معاه غير واحد بس. القضيه الثانيه الثانيه هذا للعدد وليس للمدح. يعني المفروض يبقى نقول مثلا 1000 واحد مع رسول الله، ربنا يقول ثانيه ثانيه يعني الا تنصروه فقد نصر الله. انتم لم تنصروه ولكن الله الذي نصره. الاخراج الذين كفروا ثانيه ثانيه، حتى هذا الثاني القران لم يقل انه نصره. القرآن لم يثبت النصر إلى المؤمنين الصحابة، ولكن دائما القرآن يقول هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين. القرآن أحيانا يثبت أن المؤمنين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله في المعارك، هذا يحدث المؤمنين حقا، لكن ها هنا في الهجرة قال إلا تنصروا، يعني أنتم لم تنصروا، إن لم تنصروا فقد نصر الله، أي نصر الله وحده. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فلفظ ثاني اثنين عتاب من الله تبارك وتعالى على قلة العدد الذي كان ينبغي أن يحيط المصطفى، وهذا كل النفاق وكل الدليل على نفاقهم كلهم جملة وتفصيلا إلا المستضعفين، فيثبت كل واحد منهم أين استضعفه. إما تنصروه فقد نصر الله. إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وللأسف لفظ صاحب لم يأتي في القرآن إلا للقدح وليس للمدح. من يأتي بآية تدل على لفظ الصاحب جاء في القرآن بلفظ المدح يكسب المعركة، لكن جاءت لفظ الصاحب في كل القرآن قراءة هامة على الذم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، هذا نهي، هذا نهي عن فعل قبيح، فعل محرم، على اقل تقدير فعل مكروه. لا تحزن ان الله معنا، يعني الايه تقول ايها المؤمنون الذين كان ينبغي عليكم ان تنصروا الرسول بالعدد وبالقوه فلأتم، لم يبق الا واحد جسور حيدره علي ولي الله نام مكان المصطفى في مكانه، هذا هو الذي نصره حقا. اما هذا الرجل الذي خرج معه فلن ينصره وان الله نصره، بل هذا الرجل كان في كل الجبن وكل الخوف، حتى هو البخاري يقول هذا، يقول يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا. اين ايمان هذا الرجل في هذا الموقع؟ ومن فجر وكفر المسلمين المخالفين اتباع السقيفه لعنه الله عليهم قالوا حتى يدافعوا عن هذا المنافق الاشتف الذي كان مع المصطفى في الغار لانه كان ضعيف الموقف هنا، فاثبتوا الضعف لرسول الله صلى الله عليه واله مقابل ضعف هذا الرجل في غزوه بدر. يقولوا لك ايه؟ يقول لك الرسول في غزوه بدر كان خائفا وكان وجلا وكان يدعو الله ويقول يا رب الا تنصر هذه العصابه في بدر فلن تعبد. فابو بكر يقول له يا رسول الله هون عليك الامر يا رسول الله واثبت يا رسول الله فان الله ناصرك. فمرت النفاق من اتباع ابن تيميه يقولون ان هذه بتلك، هم نفسهم يثبتون ان الايه في سوره البراءة ليست لمسح هذا الكلب الذي غير الدين ولكنها ذم له، ولكن لكي يقع في مقام المصطفى ويصعوا هذا الرجل ابن ابي قحافه وقعوا في مقام رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله حين كان يتوسل الى ربه في 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 الانسان في 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 غزوه بدر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا لفظ المصطفى يكلمه الله سبحانه وتعالى بلفظ العظمه. فاذا انظر اخانا فايز حتى هم يخرجوا هذا المنافق من هذا القدح في هذه الايه في سوره براءه، اضطروا ان يوقفوا رسول الله، يقولون رسول الله كان ايمانه اكبر في الغار وابو بكر ايمانه كان ضعيف، ولكن العكس قد حدث في بدر فكان رسول الله ايمانه ضعيف ابو بكر كان اكبر، لذلك قال له اشبط فان الله ناصرك. فعلى المنافقين اللعنه وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك جدا على هذا التعليق الجميل. استاذ ايمن عندك تعليق على ما قاله، عفوا استاذ عمرو عندك تعليق على ما قاله الاستاذ ايمن؟
أشكر الأخ الأستاذ أيمن على مداخلته الجميلة، ويعني أتمنى أنه هو إن شاء الله بإذن الله يشارك معنا باستمرار بمداخلات جميلة منه إن شاء الله، ويشارك معنا في البرنامج باستمرار إن شاء الله، لأنه من الإخوة المثقفين من الشيعة المصريين المثقفين اللي بيشرفونا بثقافتهم وبقوتهم في الدفاع عن الحق، والحمد لله يوفق ويقوي يا رب. وقضية الـ آية الغار هي فيها نقطة مهمة وقضية يعني معنى دقيق، معنى واضح الحقيقة، بس احنا عايزين يعني خمس دقايق كده نشرح فيه حاجة تخص الهجرة عموما علشان نوصل للمعنى ده ونوضح آية الغار معناها ايه ببساطة وباختصار. نعم. قبل كده استاذ عمرو، استاذ عمرو بس ثواني يا استاذ عمرو، عندنا سؤال ثاني. ايوه عندنا اتصال دلوقتي، نستقبل هذا الاتصال. مين معنا؟ أبو محمد من مصر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أبو محمد، انت على الهواء. يا محمد، يا أستاذ محمد عفوا، وطع صوت التلفزيون واسمعني. تقطع اتصاله. نعم أستاذ عمرو، أنا كنت عاوز أسألك سؤال، وهو هناك اتصالات كتيرة قوي، فرجاء باختصار يعني إجابة اللي تكون كده. يقول إذا السؤال يقول إذا كان أبا بكر منافقا فلماذا أخذه النبي صلى الله عليه وآله معه في الهجرة؟ تمام، سألت سؤال مهم جدا يا أخ فايز، يا ريت بس ايه تديني فرصه شويه ان انا اجاوب عليه، لانه نعم. سؤال خطير ومهم وحلو جدا السؤال ده وجميل جدا. نعم. بص يا اخ فايز، احنا عندنا دلوقتي عندنا قصه الهجره من اساسها، يعني قضيه الهجره من اساسها حصلت ازاي. قضيه الهجره من اساسها سببها ويعني القصه كده باختصار، ان المشركين عملوا خطه سريه لقتل النبي واغتيال النبي صلى الله عليه واله وسلم. الخطة دي إن 40 من قريش من بطون مختلفة، فروع مختلفة من قريش، يجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهجموا على البيت ويقتلوا النبي صلى الله عليه وآله. طيب، الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطة المشركين دي، وعمل للنبي صلى الله عليه وآله خطة مقابلة لهذه الخطة، خطة سرية مقابلة للخطة دي. هي ايه بقى الخطه دي؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبيت امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام على فراشه، ويخرج هو بالليل من مكه، فلما المشركين يهجموا على دار النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يلاقوهوش. والنبي صلى الله عليه واله اخبر امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بهذا الامر الالهي، فامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام امتثل، وهو في ذلك مثله مثل إسماعيل في امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى لما أخبره إبراهيم بأمر الله بذبحه. فكان النبي صلى الله عليه وآله في مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مثال إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فامتثل فداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت فيه الآية الكريمة، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الهجرة، هو في طريق للهجرة، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت في الإمام علي عليه السلام في فدائه للنبي صلى الله عليه وآله. وطبعا يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه، يعني يضحي بنفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وده طبعا ذكروا يعني المؤلف والمخالف، هذه نزول هذه في الإمام علي عليه السلام، ذكروا الشيعة في مصادرنا الحديثية، وذكر أيضا في مصادر البكرية وفي كتبهم. تمام، ماشي. طيب، المشركين لما اجتمعوا على بيت النبي صلى الله عليه وآله كان منهم أبو لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، صحيح هو كافر وعدو لله وعدو للنبي صلى الله عليه وآله، لكنه يعني أخذته غيرة هاشمية، ولم يسمح، والله سبحانه وتعالى يعلم بوقوع هذا الأمر من أبي لهب،
عليه صلى الله عليه وآله ليلا، يعني احتراما لحرمة الدار، مع أنه ينوي قتل النبي لكنه لم يسمح للمشركين اللي معاه بده، فاستنوا لغاية الفجر عشان يهجموا على دار النبي صلى الله عليه وآله. وفي الوقت ده الليل النبي خرج وربنا عمى عينيهم عن النبي صلى الله عليه وآله بمعجزة إلهية، وخرج من مكة قاصدا المدينة. ولما دخلوا لو الإمام علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي عليه السلام قام، وطبعا هم كانوا شايفين من الـ من الـ من الشرفة ان هو النبي اللي نايم، فاكرين هو النبي. لما دخلوا وكشفوا وجهه الشريف لقوا اخو النبي ونفسه امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قام الإمام علي صاح فيهم طيحة ارعبتهم، وجريوا يدوروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم علشان يلحقوه قبل ما يخرج يعني يفلت من إليهم. طب أبو بكر بقى إيه دوره في الموضوع؟ أبو بكر لعنة الله عليه إيه دوره بقى في الموضوع؟ الأول هو النبي، السؤال الأول اللي لازم يتسأل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خد أبو بكر معاه إزاي للهجرة؟ إزاي؟ عند المخالفين، عند البكرية اللي بيسموا نفسهم أهل السنة، عندهم روايات في القضية دي، عندهم روايات بتذكر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح لبيت أبو بكر ودخل البيت وخد أبو بكر معاه للهجرة، خده من بيته، من بيت أبو بكر. وروايات تانية بتذكر إن النبي صلى الله عليه وآله كان خارج من مكة، فأبو بكر كان ماشي ورا النبي، فالنبي خده معاه. طيب الروايات بقى الاولى دي اللي بتقول ان اللي عندهم اللي بتذكر ان النبي راح لابو بكر بيته وخده معاه من بيته، دي روايات واضحه البطلان، الكذب فيها واضح باين. ليه؟ اولا لان الروايات دي مرويه عن عائشه بنت ابي بكر، وطبعا عائشه متهمه في هذه القضيه بالكذب، مفهوم. ثانيا لان الروايات دي بتذكر ان النبي راح له الظهر، راح لابو بكر ظهرا في وقت الظهر، وطبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه واله خرج من مكه ليلا، ازاي هو فضل بقى قاعد في مكه لغايه الظهر وراح خد ابو بكر من بيته؟ ثالثا بيت ابو بكر في الوقت ده كان فيه اربعه مشركين غير المنافقين بقى، غير ابو بكر نفسه وعائشه بنت ابي بكر واسماء بنت ابي بكر لو كانت موجوده، طبعا دي يعني قضيه، غير بقى المنافقين المشركين بقى، ام رومان زوجة ابي بكر اللي هي ام عائشه، وابو قحافه والد ابو بكر، وسلمى بنت صخر اكله الذبان اللي هي ام ابو بكر، وعبد العزى ابن ابي بكر اللي هو بعد كده غير اسمه سمى نفسه عبد الرحمن، وهو كان في الوقت ده عبد العزى ابن ابي بكر. اربعه مشركين لا يدعون الاسلام اصلا كانوا في بيت ابي بكر. يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هجره سريه بخطه سريه مبنيه اساسا على التواري من المشركين، يروح يخش بيت أربعة من المشركين، طبعا مش ممكن النبي صلى الله عليه وآله يعمل كده. فواضح أن القصة دي قصة مخترعة من عائشة، أن النبي دخل راح لأبو بكر خده من بيته. يبقى تفضل إيه بقى؟ تفضل القصة الثانية اللي هي موافقة لما ثبت عندنا نحن في مصادرنا، اللي هي إيه؟ اللي هي وردت برضو عند البكرية في بعض مصادرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وهو خارج من مكة أبو بكر كان ماشي وراه، فالنبي خده معاه. طب خده معاه ليه بقى؟ خده معاه ليه؟ هو ده السؤال. الإجابة بمنتهى البساطة، إحنا عرفنا من آية الغار إن أبو بكر منافق، دورنا فيها على فضيلة، ليه ما لقيناش فضيلة؟ بدل ما نلاقي الفضيلة لقينا الدليل على إنه منافق. تمام، طيب بما إنه منافق بقى ليه النبي ياخده معاه؟ لما هو منافق ليه النبي ياخده معاه؟ نرجع إحنا بقى للأحداث وللتفصيل القضية بتاعت الهجرة، يتضح لنا كما هو ثابت عندنا في مصادرنا، وكما يتضح بالنظر في التاريخ اللي سجله حتى البكرية مع بعض التأمل، يتضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خد أبو بكر معاه في الهجرة، لأن أبو بكر كان جاسوس، كان أبو بكر جاسوس، أبو بكر لعنة الله عليه كان جاسوساً يتجسس على النبي صلى الله عليه وآله ويخبر المشركين بمكان النبي. مش بمعنى أن أبو بكر كان عارف خطة المشركين في قتل النبي في اليوم ده، لا، هو ما كانش عارف كده، هو بيقوم بدور هو بيقوم بيه على طول باستمرار، أن هو يروح يشوف النبي فين، يدور على النبي، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وآله، يتجسس عليه، يشوف هو فين، ويروح يقول للمشركين النبي راح الحتة الفلانية، راح الحتة العلانية، فالمشركين يروحوا يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله ويتطاولوا على
المهمه دي بشكل دوري اعتيادي. ففي هذا اليوم في يوم الهجره ابو بكر ماشي ورا النبي صلى الله عليه واله، طبعا النبي يرى من خلفه كما يرى من امامه، النبي واهل بيته طاهرين عليهم السلام بيشوفوا من وراهم زي ما بيشوفوا قدامهم، وده ثابت ومعلوم عند الفريقين ان النبي يرى من خلفه كما يرى من امامه، تمام. فالنبي صلى الله عليه واله شاف ابو بكر ماشي ورا، لو كان النبي سابه، لو كان النبي صلى الله عليه واله سابه كان راح اخبر المشركين بمكان النبي وان النبي ماشي في السكه دي وفي الاتجاه ده، فكانوا راحوا لحقوا النبي قبل يخرج من مكه. صحيح؟ ده اللي كان هيحصل، لكن النبي صلى الله عليه واله بحكمته وعقله، وهو العقل صلى الله عليه واله، النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له تعالى، خده معاه. فابو بكر طبعا بالنسبه له هو هيمشي مع النبي، ده كويس جدا، يبقى ماشي معاه يعرف بالظبط وبالتحديد بالدقه هو فين، يروح يعمل اللي هو بيعمله على طول، يروح يقول للمشركين النبي فين، فييجوا يؤذوا النبي صلى الله عليه واله. لكن النبي خد ابو بكر معاه ومشي في طريق الهجره، فابو بكر راح مع النبي لغايه ما لقى نفسه متورط في طريق الهجره، فتورط مع النبي صلى الله عليه واله في طريق الهجره. هذا هو اللي حصل وهو الواقع، ودي الحقيقه البينه الظاهره، هي واضحه عندنا منصوص عليها في روايتنا، ان النبي اخذوا معاه خشيه ان ينكشف امره صلى الله عليه واله. وفي مصادر المخالفين بالتامل في الروايات اللي وردت عندهم يكشف هذه الحقيقه بوضوح، لان ايه الغار تدل على نفاق ابي بكر، والثابت الواضح البين ان النبي صلى الله عليه واله لما كان خارج من مكه ماشي وراه فخده معاه. طب هو خده ليه لما هو منافق؟ طبعا واضح ان هو جاسوس، وده المنصوص عليه في رواياتنا ان النبي اخده خوفا من ان ينكشف امر النبي صلى الله عليه واله من هذا المنافق لعنه الله عليه. لعنه الله عليه. عندنا اتصال من ابو حمزه من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ فايز، حي الأستاذ عمر، ويا ريت ياخذ تليفوني لأن أنا عايز نتصل بي عن مساعدة في أي شيء، لأن إنسان غيور وسجن، وجزا الله كل خير. أقول للأخ عمر إن أبو بكر جاسوس وجموع أول خليفة جاسوس، لغيت 1400 لغيت هذه اللحظة جميع اللي حكموا اللي مسكوا حكام أهل السنة والجماعة زي ما يدعون أهل النفاق دول جاسوس جواسيس وخاينين ومنافقين، ثلاث حاجات فيهم لغيت هذه اللحظة. ما فيش حاكم من 1400 سنة إلا خاين جاسوس لليهود وخاين وجاسوس ومنافق. فيعني ابو بكر منافق وجاسوس، وانا والله لو انا لو نعرف ان السنه والجماعه الحق انا ما كنت غيرت ابدا، لان في حق اتضح ان في حق وباطل. الحق معاني بيت رسول الله، هم اللي يعني اللي فسروا القران وفسروا الاحاديث والاسلام، يعني انتوا بتبينوا الحق من الباطل ليه لليهود والنصارى عشان ما يسوش لينا يعني. فانتم جزاكم الله خير في التهجم على المذهب الباطل البكري اللي هو وصلنا لهذه اللحظه، تخلف ونفاق وكذب وظلم. وبقول للاخ وليد جزاك الله كل خير، وجميع المثقفين الشيعه اللي في مصر جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ونفسي ان اي حد ياخذ تليفوني انا وانا اساعده في اي شيء. نعم، شكرا جزيلا اخي ابو حمزه على هذه المشاركه، جزاك الله الف خير. نعم استاذ ايمن. انا استاذ عمرو، على فكره انا المصادر او الروايه اللي انت قلتها انه ابو بكر كان يتبع النبي عليه السلام وكان جاسوس، انا لقيت المصادر دي والمصادر جاهزه عندي. المصدر الاول لو سمحت يا كنترول، الكتاب اسمه تفسير الدر المنسوب في التفسير المأسور تفسير سيوط المعروف، تفسير سيوط الجزء الرابع في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. طيب ماذا يقول في هذا المصدر؟ احنا زي كل مرة نعمل سكرين شوت. رقم الصفحة زي ما هو واضح قدامكم 196. طيب دلوقتي نص الكلام
يقول وأخرج ابن مردويه وابن نعيم في الدلائل، دلائل النبوة، يقول عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل لحق بغار ثور وتبعه أبو بكر لعنه الله، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وحسه خلفه خاف أن يكون طلب، يعني لم يكن اتفاقا، يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله متفقا معهم، لكن سمع خلفه حس خاف أن يكون طلب. لو كان متفق مع أبو بكر لما أنه يكون رسول الله صلى الله عليه يقول ممكن طلب. فلما رأى ذلك أبا بكر لعنه الله تنحنح. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه تنحنح، يعني قال فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عرفه فقام له حتى تبعه فأتي الغار. طيب، يعني أبو بكر كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه مش شايفه مش عارفه، فرسول الله صلى الله عليه وآله ظن أنه الطلب الذين يريدون قتله، تنحنح أبو بكر، يعني نحن بعد يعني قال كده، فسأل يعني، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله عرفه فقال يلا طيب يلا معايا. شكرا يا كنترول. المصدر ده كمان موجود في كمان كتاب امتاع الاسماء للمقريزي، واكثر مصدر يروون هذا المصدر، كنترول لو سمحت، امتاع الاسماء كنترول ايوه للمقريزي الجزء الخامس، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، واضح قدامكم إن شاء الله. طيب الرواية كمان موجودة في الصفحة زي ما هو واضح قدامكم، الصفحة 271، أتمنى يكون واضح، 271 رقم الصفحة. يقول وخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلحق بغار ثور، قال وتبعه أبو بكر. طيب أبو بكر تبعه إزاي؟ هل كانوا متفقين؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله حسه خلفه خاف أن يكون الطلب، فلما رأى أبو بكر لعنه الله تنحنح. فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه فقام له حتى تبعه فأتي الغار. طيب، فيعني القصة أنه أبو بكر لم يكن متفقا، شكرا كنترول، تشكر يا كنترول، لم يكن اتفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة سوية، وعائشة هي التي زعمت أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قد اتفق مع أبو بكر على الهجرة، وحتى أنه عائشة كانت تزعم في روايتها أنه كان زوجها لعائشة، وأبو بكر قال له ادخل يا رسول الله البيت بيتك والحرمة حرمتك. تخيل يعني عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله متجوز منها وهي عندها 5 سنين ولا مش عارف ايه. طيب عندنا اتصال، مين معنا؟ مين معنا؟ ابو منة. تفضل يا ابو منة. انا كنت عايز اعرف بس، يعني انت الكلام اللي انت حضرتك قريته في الكتاب ده، ايه اللي بيثبت ان هو جاسوس يعني؟ ايه اللي يثبت ان هو جاسوس؟ طيب يعني وده اتهام باطل اصلا وزور. نعم، يعني كلام عادي خالص، ما فيش اي حاجه، وجبت صفحه من مصدر من كتاب. طب فين الدليل؟ نعم ايه؟ ايوه سامعك هجاوبك ان شاء الله، هجاوبك يعني. ماشي اتفضل. طيب تشكر يا استاذه ومنة، تشكر. عندك سؤال تاني؟ اشكرك يا ابو منة. استاذ عمرو، ما الذي يثبت ان ابو بكر كان جاسوس للمشركين؟ انا المصادر اللي قلتها وانا اللي وريتها للجمهور تبين انه ابو بكر كان يتبع ابو بكر، ومجرد يتبعه يعني وراه، فيعني لما رسول الله صلى الله عليه حس بأبو بكر تنحنح أبا بكر، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اللي وراه هو أبو بكر، فإيه اللي يثبت أنه كان جاسوس؟ كلمنا على الموضوع ده ووضحنا، إحنا عندنا الروايات، عندنا صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا إحنا بيت عليهم السلام، رواياتنا احنا
خد أباقر في طريق الهجرة خشي. يا استاذ عمرو هناك اشكال في الاتصال، احنا هنعاود الاتصال ان شاء الله مره ثانيه. ايوه عندنا اتصال من ابو احمد من مصر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو احمد، انت على الهواء. ابو احمد بقول لحضرتك يا ريس. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ابو احمد وطع صوت التلفزيون اسمعني من التليفون بس ارجوك، وطع صوت التلفزيون خالص. الوقت حضرتك الكلام ده انت بتجيبه منين او بناء على ايه؟ نعم اجيبه من القرآن والكتب بتاعتكم. بتاعتنا وحضرتك، حضراتكم مين طيب؟ انا اسمي فايز، راجل رافضي مسلم شيعي، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واشهد ان عليا ولي الله امير المؤمنين، مش نبي الله افهم، ولي. احنا طب حضرتك بعد اذن عليك، احنا دلوقتي ليه نشكك في الدين وفي الاسلام وفي القران اللي انزله ربنا علينا؟ تمام. ونخلي الناس، انا مش هشككك في القران يا استاذ ابو احمد. يا ابو احمد 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 صل على النبي، صل على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. طيب انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكيد اكيد. طيب انا حسبت لك ان انت مصطفي مع عدو النبي من غير ما تحس. تخيل ربك قال كده. اسمعني الايات بتقول كده: افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. في من الصحابه من ينقلب على عقبيه. اقول لك على حاجه، عمر الخطاب مثلا، عمر الخطاب هذا الرجل الذي تقدسونه وتحترمونه، هل تعلم انه كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه واله؟ وصل به الامر انه يتجاسر على رسول الله صلى الله عليه واله ويقول ايه الراجل ده، اسمعوه ده بيخرف ولا بيقول ايه؟ اسالوه بيخرف ولا بايه؟ ده عمر الخطاب. ايه رايك بالكلام ده؟ ابو بكر نفسه هو بذات نفسه كان شكاكا برسول الله صلى الله عليه واله، حتى وان كان مع رسول الله صلى الله عليه في الغار. لا تحزن، لماذا كان يخاف؟ لماذا كان حزن وكي يعيط وفضل وعاوز كان يفضح رسول الله صلى الله عليه واله في الغار؟ قال يا رسول الله لو نظر احدهم الى رجليه لرآنا. فقال لرسول الله صلى الله عليه واله اسكت، ما تخرس يا ابو بكر، ما تخرس. يعني انت قصدك ايه تقول؟ ما احنا في وضع خطير وهم فوقينا كده، وانت تقول لو نظر احدهم الى رجليه لرآنا. يعني ايه؟ يعني ابو بكر يقول لهم اسمعوني، انت بص لرجليك هتشوفنا. دي اماره واشاره بين ابو بكر والمشركين، وانت تتبع الراجل ده. بنته كانت يعني ايه؟ عائشه بنت ابي بكر كانت ايه؟ الله عز وجل يقول في القران: اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. وعائشه تقول سحر النبي وكان لا يعقل ماذا يفعل وماذا يقول ومش عارف ولا حاجه. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه واله ان تكون هكذا. وانتم تتبعون عائشه وسبتوا القران. تقولوا انه اصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري بعد كتاب الله، في حين تطبيقيا وعمليا انتوا عندكم اصح الكتاب هو البخاري وبعدين يجي القران. فان جاءت ايه في القران تنافي ما قاله البخاري تضربوا بالايه دي في عرض الجدار وخلاص، لا نؤمن بالايات دي، هناك ما ينافيها في البخاري وخلاص. لا صلى على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام. هو عامة انا الكلام اللي انت قلته كله انا مش مقتنع بيه. تمام؟ بعد اذنك انا ما بقطعش. اعمل لك ايه يا استاذ احمد؟ انت مش مقتنع يا ريس؟ اعمل لك ايه؟ يا ريس انا اجيب لك حقيقة وموحدين بالله. اسمعني بس. يا ريس انا بكلمك في خطوة واحدة بس. وحاجة واحدة بس. اننا احنا كلنا بنشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. جميل. كل ده متفقين عليه. جميل. اقول لك على حاجة يا ابو احمد كلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش كده؟ ليه بقى بتفرق؟ أيوة. لا ثواني يا استاذ اسمعك. اللي قتلوا الناس اللي هم دلوقتي في سيناء مستخبين هناك من داعش دول مسلمين ويقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ايه رايك فيهم؟
يا عم انا ماليش دعوه بده وبده. لا لا ثواني، انت تقول لي كلنا طيب ما يكون على الرحب والسعه واخواته زي الفل، يقتلوكوا ليه؟ يقتلوكوا ليه والحكومه بتحاربهم ليه يا استاذ ابو احمد؟ والله حرام، احنا نحافظ على دولتنا ونحافظ على نفسنا ونحافظ على دولتك. طيب لو كنت ما نسيبش الدنيا دي كلها ونمسك في الدين. طيب ان شاء الله ان شاء الله انا خلي. انا مش قصدي على حاجه يا عم، انت بتامن بحاجه او انت، انا ماليش دعوه، انا بتكلم احنا مش عايزين نشوه صوره الدين قدام الناس. والله العظيم ما حدش شوه صوره الدين غير ابو بكر وعمر وعائشه، ما حدش شوه صوره الدين غيرهم. لا حول ولا قوه الا بالله، والناس تكفر بالدين بسببهم. سيب لربهم. طيب اقول لك على حاجه، انت بتلعب فرعون، ما تسيبه لربه. ليه ما تسيبه الرب وممكن يكون راح الجنه دلوقتي؟ يبقى انت اللي عارف الصح ولا ربنا هو اللي عارف الصح؟ احسنت. دلوقتي هل قرات سوره التحريم؟ يقول الله عز وجل لعائشه وحفصه ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهيره، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. يعني في ستات احسن من عائشه وحفصه، وعائشه وحفصه لم يتوبا الى الله. ايه رايك بالكلام ده؟ انت مركز دي في الحته دي، انت بتركز في حاجه. يعني انا برضو برجع بقول لك احنا مسلمين وانت راجل مسلم وموحد بالله، بلاش يا جدعان بلاش. اقول لك على حاجه يا ابو احمد، يا ابو احمد انت قلت لي انت موحد وانا موحد، مش كده؟ الحمد لله. طيب انا اثبت لك ان انت دلوقتي التوحيد ده بتاعك مزيف وهباب، انت لا تعبد الله عز وجل. اسمعني يا ابو احمد، لا انت انسان محترم على عيني وعلى راسي من فوق. يا ابو احمد صلى على النبي، صلى على النبي يا ابو احمد صلى على النبي. لا انا يا ابو احمد صلى على النبي. هدي، اشكرك يا ابو احمد. انا اقول لك عقيدتك هباب مش انت، انا بحترمك على راسي وعيني من فوق، بس لو فرد يعبد بقره ويعبد جاموسه ويعبد حمار ده اقول له عقيدتك غلط يا استاذ، وعقيدتك هباب هتوديك في 60 داهيه. وكمان انت موحد؟ لا انت مش موحد، انت بتوحد بس ما توحدش ربنا الله لا اله الا هو الذي وسع كرسيه السماوات والارض ليس كمثل شيء. انتوا عندكم ربكم زي شاب امرض وله النعلين من ذهب، ايه رايك؟ دي كلها بسبب بكر عمر. يا استاذ ابو احمد شوف القناه ديت واستمر بمتابعه القناه وهتشوف حاجات انت عمرك ما شفتها. واقول لك على حاجه، انا اتحداك واتحدى مشايخ الازهر كلهم انه يتفضلوا يناقشونا في المواضيع دي اللي نطرحها. استاذ عمرو انت معانا على الهواء؟ أيوة. اعتذر على الانقطاع والخلل اللي جرى. يا من ابو منا من، طيب ناخذ الاتصال ده يا استاذ عمرو، ناخذ الاتصال ده. احمد من الجيزه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد انت على الهواء. الو. ايوه اتفضل. والله حضرتك بتقول ان سيدنا ابو بكر جاسوس. جاسوس. طيب ما كان بلغ المشركين بمكان الرسول، ما دام هو جاسوس. ما هو كان يحاول يبلغهم، قال للمشركين اعطاهم اماره، قال لهم لو نظر احدهم الى رجليه لرآنا. بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اخرس يا ابو بكر اخرس. يا احمد وطع صوت التلفزيون واسمعني من التليفون ارجوك. والله وطيته. طيب تفضل كمل. يا سيدي انت دلوقتي بتقول يعني متشكك في ان احنا يعني واخدين عقيدتنا من الصحابه او من السيد عيسى عامه، كلام مظبوط؟ انت دلوقتي ما انت يعني ربنا يحكم بيننا بقى يوم القيامه. نعم. انت شايف صح، انت شايف ان انت في عقيدتك صح. احنا شايفين ان عقيدتنا احنا صح. نعم. تمام؟ انتوا شايفين عقيدتكم صح، واحنا شايفين ان احنا عقيدتنا احنا صح. نعم.
طيب ربنا يحفظنا بقى يوم القيامه. طيب انت هتقعد تجيب من القران مش هقتنع بكلامك ابدا ابدا ابدا. طيب طيب يا استاذ احمد اشكرك جدا. كنترول لو سمحت وقف الاتصالات كمان 7 دقائق عشان نجاوب. يا استاذ عمرو احنا نجاوب الاسئله من الاخر الى البدايه. ابو احمد واحمد يتكلموا في نفس الموضوع، يقولوا انت ازاي بتقول ابو بكر جاسوس؟ وانت بتشككنا في عقيدتنا وانت هتخربوا البلد واحنا كلنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ما تسيبونا بحالنا وخلاص. ايوه اخ فايز يا يا اخ فايز طبعا يعني احنا بنحاول نعرف الناس بالاسلام، احنا بنحاول الناس للاسلام اللي انزله الله سبحانه وتعالى وجعل له ولاه وهم النبي واهل بيته الطاهر عليهم الصلاه والسلام، والزم الناس بالتمسك بهم والتسليم لهم وموالاتهم، وإن جماعة من أعداء الله سبحانه وتعالى تمكنوا من الانقلاب على النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وحطوا نفسهم في مكان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اللي هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله الشرعيين، واخترعوا نسخة محرفة من الإسلام مبنية أصلا على إنكار ولاية والفصل والتفريق بين بيته عليه الصلاه والسلام و النبي صلى الله عليه واله. هذه الفكره هي لا علاقه لها بالاسم، لا هو معرفته بعد عليه الصلاه والسلام أهل السقيفة أو اخترعتها دولة السقيفة لا علاقة لها بالإسلام، هي نسخة محرفة من الإسلام لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنحاول نعرفكم بالإسلام، فبنبتدي باقتحام هذه العقبة وتخطي هذه العقبة اللي هي الفصل والتفريق بين النبي وأهل بيته وإلصاق أعدائه به. إحنا بقى بنكسر العقبة دي، بنكسر المشكلة الأساسية دي، فبنعرفكم أن هؤلاء المنافقين هم أعداء لله ورسوله، وأن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل بيته وهم امتداده الحقيقي، ده اللي احنا بنعمله. نعم. بس فاحنا بنرجعكم لدين الإسلام، مش بنهاجم الإسلام، أنتوا أصلا مش على ملة الإسلام، أنتوا أخواتنا في الإنسانية، أيوة أنتوا بتجري عليكم أحكام الإسلام في الدنيا لأنكم بتقروا بالشهادتين، أيوة، لكن أنتوا في الواقع مش على ملة الإسلام. إحنا بنحاول نعرفكم بملة الإسلام ونرجعكم ليها. بعد إذن حضرتك يا أخ فايز، بس بعد إذنك يا أستاذ فايز، بعد إذنك يعني إديني فرصة أن أنا أجاوب على السؤالين اللي اتسألوا، بعد إذن حضرتك. السؤال اللي بيقول هو إيه الدليل على ان ابو بكر ابو منى هو سؤالين. سال هذا السؤال يقول ما هو الدليل على ان ابو بكر كان جاسوس؟ ده اتهام باطل. طيب الاجابه على السؤال ده يا اخ فايز، الاجابه على السؤال ده هو اللي احنا قلناه، انه عندنا احنا في رواياتنا احنا شيعة اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في مصادرنا واضح بين صريح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أخذ أبو بكر معاه في طريق الهجرة خشية أن ينكشف أمر النبي صلى الله عليه وآله بسبب أبي بكر، يعني أبو بكر جاسوس، واضح صريح بين، تمام. أما في رواياتهم فإحنا قلنا أن عندهم هم تضارب في الروايات في الكيفية اللي النبي صلى الله عليه وآله خد فيها أبو بكر معاه في الهجرة، فعندهم روايات بتقول أن هو راح له بيته، وردنا على الروايات دي وقلنا أن هي مكذوبة من عائشة، وأن هي الدليل على انها مكذوبه ان هي بتذكر ان النبي دخل بيت فيه 4 مشركين وقت اللي كان في هجره سريه يتوارى من المشركين، وبدليل طبعا ان هي الروايات دي بتقول ان النبي راح ظهر، وطبعا النبي صلى الله عليه واله خرج من مكه ليلا كما هو معلوم. طيب عندهم بقى هم روايات ثانيه
روايات تانية بقى في مصادرهم برضو بتذكر ان النبي صلى الله عليه واله وهو خارج من مكه لقى ماشي وراه فاخده معاه. طيب الدليل على انه ابو بكر جاسوس هو ايه الغار. ايه الغار تثبت ان ابو بكر منافق زي ما وضحنا وشرحنا. ايه الغار تثبت ان ابو بكر منافق زي ما وضحنا وشرحنا، لان لو كان هو مؤمن كان هيكون في ضروره لذكر الايه نزول السكينه عليه، لان نزول السكينه في حاله ان هو مؤمن هي نتيجه للحاله اللي هو كان فيها من الخوف. فعدم ذكر الايه نزول السكينه عليه هو دليل على انه كان منافق. تمام. فايه الغار تثبت ان هو منافق مش مؤمن. والسؤال لو هو منافق النبي صلى الله عليه واله خده معاه، ده يتضح بالنظر الى الروايات اللي بتذكر الكيفيه اللي النبي خده معاه فيها. الكيفيه دي وحضرتك تفضلت بذكر بعض هذه الروايات، والمصادر اللي حضرتك ذكرتها طبعا هي من مصادر القوم، يعني من مصادر البكريه. الدور المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي هو من مصادر هي الاساسيه في التفسير وفي الحديث ايضا. تمام. وكذلك دلائل النبوه للبيهقي من مصادر البكريه، والقضيه دي قضيه ان النبي شام وهو خارج من مكه فخده معاه ذكرها عده يعني من رواه البكريه ومحدثيهم، ذكرها ابن عساكر في دمشق والمقريزي في امتاع الاسماع، وذكرها زي ما قلنا البيهقي في دلائل النبوه، و جلال الدين السيوطي في الدور المنثور. وحضرتك تفضلت بعرض روايتين من هذه الروايات اللي بتثبت ان النبي صلى الله عليه واله من مصادر المخالفين من مصادر البكريه اللي بيسموا نفسهم اهل السنه، اللي بتثبت ان النبي صلى الله عليه واله ما راحش لابو بكر ولا حاجه وخده معاه، ده هو كان خارج من مكه فلقاه ماشي وراه فخده معاه. خده معاه ليه لما هو منافق؟ وقت الغار تثبت ان هو منافق لانه كان جاسوس، ولو ما كانش خده معاه ما كانش النبي اصلا صلى الله عليه واله خرج سالم من مكه زي ما شرحنا. كان ابو بكر هيرجع يقول للمشركين مكان النبي ويلحقوه قبل ما يخرج من مكه زي ما هو كان بيعمل باعتيادي ابو بكر في ايذاء النبي صلى الله عليه واله بالتجسس عليه. فالنبي ورطه معاه في طريق الهجره. السؤال الثاني يا اخ فايز اللي اتسال وهو مهم جدا وعايز اجاوب عليه باذن حضرتك. معايا اخ فايز صوتي واضح؟ ايوه واضح صوتك. ايوه طيب. السؤال الثاني اللي اتسال يا اخ فايز، لما ابو بكر كان جاسوس، لما ابو بكر منافق كما يثبت القران، ولما ابو بكر جاسوس كما يستفاد من الروايات، طيب لما ابو بكر كان جاسوس على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما كشفش امر النبي وهم في الغار؟ ليه ما راحش والمشركين بيدوروا على النبي صلى الله عليه واله لما وصلوا للغار وقفوا قدام الغار، ليه ابو بكر ما شاورش على الـ على الـ على النبي قال لهم محمد اهو محمد اهو، وتخلص من النبي صلى الله عليه واله، او يعني اهلك النبي صلى الله عليه واله، او حاجه ثانيه ان هو كان ممكن يقتده وهو معاه في الغار، ليه ما عملش كده ولا كده؟ طب الاجابه على السؤال ده يا اخ فايز، الاجابه على السؤال ده، اولا أبو بكر لم يكن يتمكن من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. يعني أبو بكر شخص موجود مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، لن يتمكن من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة كده، إن هو يقتله كده مباشرة من غير غدر، من غير يعني خيانة، من غير حاجة، يعني يقتله كده مباشرة، قصدي من غير يعني غيلة، يقتلوا كده مباشرة. هو وأحط وأحقر وأضعف وأجبن من ذلك بكثير، لا يتمكن هذا الكلب من هو يواجه النبي صلى الله عليه وآله مواجهة مباشرة كده ويقتله، ما يقدرش يعمل كده ولا هو عنده القدرة على كده. ده أولا. ثانيا هو لا يتمكن، أبو بكر لعنة الله عليه لم يكن يتمكن من كشف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تورط معه في طريق الهجرة. يعني دلوقتي لو ابو بكر كان قال للمشركين اهو محمد اهو، كانوا هيقتلوا النبي صلى الله عليه واله ويقتلوا ابو بكر هو كمان طبيعي، لان هو في الحاله دي هيبقى بالنسبه لهم خاين ليهم. انت مهمتك ان انت تروح تشوف محمد فين وتيجي تقول لنا هو فين، النهارده راح الحته الفلانيه، النهارده راح الحته الفلانيه وهكذا. طيب ايه بقى اللي وصلك معاه لطريق الهجره؟ ايه اللي خلاك تخرج معاه من مكة وتهاجر معاه وتخرج معاه لطريق الهجرة؟ طبعا هو بنسبة
100% كان هيتقتل لو كان كشف امر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هيقتلوا النبي ويقتلوا هو كمان، لان هو بالنسبه لهم هيكون خاين ليهم، عميل مزدوج يعني. وكل الحكايه ان هو خاف منهم فاخبرهم بمكان لما كانوا قدامه، لما هو اتحط في الموقف ده بالنسبه لهم هيكون وضعه كده، فهيقتلوا النبي ويقتلوه هو كمان. امر النبي في الوقت ده اللي هم راحوا ووقفوا فيه قدام الغار، لان لو كان كشف امر النبي كان هو كمان هيتقتل، وهو تورط مع النبي في الهجره، وهكذا تمكن النبي صلى الله عليه واله من التخلص ابي بكر. ده ثانيا. ثالثا ابو بكر لعنه الله عليه ما كانش من مصلحته ان هو تسبب في قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الموقف، ما كانش من مصلحته ان هو يتسبب في قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الوقت وفي هذا الظرف في الوقت ده وفي التوقيت ده، ما كانش من مصلحته ده ابدا. ليه؟ لان احنا يعني باختصار كده نقول انه المنافقين اللي كانوا منافقين في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، الذين دخلوا في الاسلام نفاقا وتظاهروا وادعوا الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بعضهم تظاهر وادعى الإسلام بعد قوة الإسلام وبعد تمكن الإسلام من السيطرة على العرب وملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العرب دخلوا في الإسلام ادعاء كذبا، ادعاء يعني منهم ونفاقا. بعض هؤلاء الصنف ده كان بعضه دخل في الإسلام نفاقا علشان يتقص من القصاص اللي عليه بسبب الجرائم اللي ارتكبها ضد المسلمين، فعايز يتخلص من القصاص فيدعي الإسلام. وبعضهم كان دخل في الإسلام نفاقا علشان يستفيد من الواقع الجديد بعد تمكن الإسلام وسيطرة الإسلام، بيحاول يستفيد من الواقع الجديد ومن الأمر الواقع الموجود دلوقتي. تمام. طيب، في بقى صنف تاني من المنافقين ظهروا بالإسلام وادعوا الإسلام في الوقت اللي ما كانش لسه دعوة الإسلام انتصرت فيها في بلاد العرب، ما كانتش لسه دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت وتمكنت. طيب، دول بقى كان إيه يعني سبب دخولهم في الإسلام نفاقا؟ دول كان ليهم سببين. بعضهم دخلوا في الإسلام نفاقا عشان يجسسوا على المسلمين ويكونوا بسيس للمشركين على المسلمين ويحاولوا يضروا المسلمين، وبعضهم دخل في الإسلام نفاقا عشان أدرك إن هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ستنتصر في المستقبل وستتمكن وستسيطر على العرب، فأراد إن هو يكون له قدم فيها على أمل إن هو بعد كده يستفيد، زي كده اللي مثلا شاركوا في الثورة علشان عندهم يعني أطماع شخصية مثلا، زي ما احنا بنقول في السياسة يعني. تمام. فشاركوا في الثورة عشان يركبوها أو عشان عندهم أطماع، هو ده نفس المعنى بالظبط. هو لما شاركوا في الثوره ما كانش لسه الثوره انتصرت ولا حاجه، كان مبارك لسه بيحكم صحيح، لكن هم ادركوا في وقت معين ان الثوره دي هتنتصر، فحبوا يبقى ليهم قدم فيها عشان يستفيدوا بعد كده. نفس الكلام بالظبط. ابو بكر وعمر اسلما طمعا. بعد اذنك اخ فايز، بس خليني عشان في اتصال يعني مستني من مده طويله. معلش يا اخ فايز بعد اذنك اديني بس 3 دقائق اوضح النقطه دي، لان ده معنى مهم. أبو بكر وعمر أسلما طمعا. يعني إيه أسلما طمعا؟ صوتي واضح يا أخ فايز؟ أيوة. أبو بكر وعمر أسلما طمعا، يعني هم أدركوا إن هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هتنتصر وإن النبي صلى الله عليه وآله سيملك العرب، وده يمكن إدراكه بالنظر إلى طبيعة هذه الدعوة وطبيعة المجتمع اللي موجود، المجتمع العربي اللي ما كان موجود ساعتها، يمكن إدراك أن الدعوة دي ستنتصر في هذا المجتمع وستتمكن في هذا المجتمع. أيضا الأهم من كده أن أبو بكر وعمر كانوا مطلعين على أخبار اليهود ونبوءات اليهود، وكان العرب في الجاهلية بيصدقوا أخبار اليهود ونبوءات، علموا محمدا صلى الله عليه وآله سيملك العرب، فادعوا الإسلام نفاقا على أمل إن هم لما النبي يملك العرب يكون ليهم يعني أي مصلحة أو منفعة معاه. تمام. ف
فما كانش من مصلحة أبو بكر في الوقت ده اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسه ما هاجرش فيه ولسه ما أقامش فيه دولته، ما كانش من مصلحته ساعتها إنه هو يتسبب في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لسه بي دولته ما قامتش. لكن بعد كده بقى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر وقويت دولته واستقرت، بدأت المحاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيطرة على هذه الدولة، تمام، وللاستيلاء على هذه الدولة بغرض الاستيلاء على هذه الدولة. فمحاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء بدأت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد استقرار دولته، فحاولوا يقتلوه أثناء عودته من غزو التبوك في القصة المعروفة أنا بعد كده إن شاء الله، وبعد كده دسوا ليه السم بعد كده بوقت وقتلوه فعلا صلى الله عليه وآله. لكن في الوقت بتاع الهجرة ما كانش أبو بكر أصلا من مصلحته إن هو يقتل النبي صلى الله عليه وآله أو يتسبب في قتله. فأولا إحنا قلنا أن أبو بكر وعمر أسلم للسببين دول عشان يكونوا جواسيس وفي نفس الوقت طمعا في الاستفادة من دولة النبي بعد قيامها واستقرارها، وقد علموا من أخبار اليهود سلك العرب صلى الله عليه وآله، تمام؟ فجوابنا على السؤال ده ليه أبو بكر لو هو جاسوس، ليه وهو طبعا جاسوس، ليه هو طيب ما قتلش النبي أو ما كشفش مكان النبي لما المشركين جم قدام الغار وربنا سبحانه وتعالى أنقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحمامة والعنكبوت، وده صحيح طبعا إن الله سبحانه وتعالى أنقذه بهذه المعجزة. طيب ليه بقى أبو بكر ما كشفش أمره وقال محمد أهو؟ الإجابة بمنتهى البساطة قلنا إن هو ما كانش يقدر يعمل كده، لأنه لو كان عمل كده كانوا هيقتلوه هو كمان باعتباره عميل مزدوج وخاين ليه، لأن النبي ورطه معاه في الهجرة ما يقدرش يعمل كده. ثانيا أبو بكر ما كانش من مصلحته إن هو يعمل كده في الوقت ده، لأنه أسلم أصلا طمعا كما روي عن الإمام الحجة المهدي عليه الصلاة والسلام إمام حق آل محمد روحي لهم فداء، إن أبو بكر وعمر أسلم طمعا، فهو كان أسلم على أمل بقى إن هو لما النبي يملك العرب هو يستفيد وينتفع. طيب في الوقت ده ما كانش النبي لسه ملك العرب وكان من مصلحته ان هو ما يتسببش في قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم في الوقت ده، ما كانش له مصلحه يقتل في الوقت ده زي ما بينا وزي ما وضحنا. لكن بقى في اواخر حياه النبي صلى الله عليه واله هو والعصابه ابتدت حاولاتهم في اغتيال النبي حتى قتلوه شهيدا مسموما صلوات الله وسلامه عليه. طيب وآله احنا نستقبل هذا الاتصال، مين معنا؟ كنترول أحمد من الجيزة، السلام عليكم. وليد من مصر، السلام عليكم. تقطع اتصال وليد. طيب أنا بس عندي روايتين. نعم بلال عندنا من أسوان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الله يخليك، تفضل يا بلال. الله يخليك. والله عندي سؤال كده، سؤال بسيط كده استفساري بين الأستاذ عمرو جزاه الله خير. نعم. بالنسبة لموقف سيدنا علي من خلافة أبو بكر في حروب الردة، يعني موقف سيدنا علي عليه السلام من حروب الردة، يعني أنا طلعت على بعض الروايات الموجودة عندكم بتقول إن أهل الردة دول مرضوش يخرجوا الزكاة لأنهم لم يجدوا الخليفة الشرعي اللي هو سيدنا علي، تمام؟ نعم. طب سيدنا علي ليه ما وقفش معاهم في الموقف ده؟ يا أستاذ هناك فرق بين حروب الردة وحرب مانعي الزكاة، فلازم تفرق. أنت دلوقتي تسأل عن حروب مانعي الزكاة مش عن حروب الردة، مش كده؟ ما تمام، حروب الردة احنا عندنا فعل السنة بنسميها كلها حروب الردة. لا، في تفريق في أستاذ في أستاذ تفريق بين مانعي الزكاة والمرتدين. بص يا أستاذ في تفريق عندنا وعندكم دلوقتي، تمام. أنت تتكلم عن مانعي الزكاة وليس المرتدين. طيب مانع الزكاة اللي حاربهم سيدنا أبو بكر ده، نعم. تمام. موقف سيدنا علي إيه؟ نعم. ليه ما وقفش معاهم؟ نعم. ليه ما قالش أنا الخليفة الشرعي وكان مثلا ناصروه وقف معاهم؟ ده نعم. الأولى. الثانية ليه سيدنا علي عليه السلام لم يحتج بالنص
لما شاوروا عبد الرحمن بن عوف في خلافته اثناء الخلافه مع عثمان بن عفان، يعني لما كانوا بحيصاروا واحد فيهم. يعني نص من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مش كده؟ لم يحتاج ليه بالنص، ليه ما قالش انا منصوص علي بالخلافه، انا اولى من عثمان مثلا، ما قالهاش. فانا عاوز يعني ايه، يعني الاستاذ عمر بارك الله فيه جزاه الله خير يبين لنا النقطتين دول. وفي حته ثالثه يمكن في شاهد مر علي برضو اني في الرحبه ان سيدنا علي استشهد الناس، من منكم من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، فقام 12 بدريا، تمام؟ استشهاده ده لما سمع ان اهل الشام بداوا يلعنوا هنا، يعني مش المقصد منيها الخلافه او الامامه. فبارك الله فيكم جزاكم الله خير. مش انا ما فهمتش، لا ثواني يا استاذ بلال، ما فهمتش النقطه الاخيره. الامام امير المؤمنين عليه السلام لما استشهد الناس في منطقه الرحبه فقام 12 بدريا وقالوا ان نشهد انه قال رسول الله صلى الله عليه واله فيك من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب ولما سمع اهل الشام هذا بداوا يلعنوه. طيب السؤال فين دلوقتي؟ استشهاد سيدنا علي يعني للناس الموقف ده ليه؟ لماذا استشهد؟ هو بيجيب الناس لماذا استشهدهم؟ يعني في بعض الروايات عندكم يعني او بعض العلماء من عندكم بيقولوا لا والله الاستشهاد بيه على اساس الخلافه. لكن لا، انا مر بي برضه يعني من خلال الاطلاع البسيط ان بسبب اللي هو اللعن اللي كان بيحصل فيه في بلاد الشام ليه على المنابر. يعني دون ثلاث نقاط يا استاذ فايز. طيب يعني لو الاستاذ عمرو يكون سمعهم كويس جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. كنترول في اتصال جاهز؟ طيب نوقف الاتصالات شوية، يعني ربع ساعة لحد ما نجاوب على هذه الأسئلة. يا أستاذ عمرو، السؤال الأول يقول ما هو موقف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين من أبي بكر في حروب مانع الزكاة، ولماذا لم يقف الإمام علي بن أبي طالب مع هؤلاء الذين زي مالك بن نويرة حينما منع الزكاة، لماذا لم يقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معه أو مثلا يطلب منه النصرة؟ طيب يا أخ فايز، ده سؤال كويس ونجاوب عليه إن شاء الله. بص يا أخ فايز ويا أخ بلال، يا ريت تسمعني وتفهمني. الحروب اللي حصلت في أيام أبي بكر لعنة الله عليه، الحروب اللي حصلت في أيام حكم أبي بكر لعنة الله عليه تنقسم إلى قسمين، حروب الزكاة وحروب المتنبين. حروب الزكاة وحروب المتنبين. حروب الزكاة دي كانت حروب شنها أبو بكر لعنة الله عليه ضد المسلمين الموحدين اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا، لكن ما رضيوش يسلموا الزكاة لأبو بكر علشان هم مش معترفين بأنه خليفة شرعي، مش معترفين بأنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم معرفين ومدركين ومؤمنين بأن الخليفة الشرعي هو الإمام علي عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منهم البيعة لي في حياته، تمام؟ هؤلاء منيع الزكاة اللي منعوا الزكاة عن أبي بكر، البكرية تصويبا لفعل أبي بكر، أبو بكر طبعا كفرهم وهو كافر وحاربهم على أنهم كفار وعمل لهم هو يعني، وهو طبعا أبو بكر بنفسه لم يشارك في قتال أبدا يعني، ولا كان بيخرج من المدينة أصلا، لكن ذلك عمر وعثمان لعنهم الله. لكن أنا بتكلم على الجيوش الناصرة لأبي بكر، قتلت هؤلاء وعملت لهم مقابر جماعية ويعني حتى يعني بيع نسائهم وأطفالهم عبيد وإماء، تمام؟ وهم مسلمين، تمام؟ وتم إحراقهم أحياء. نعم، أحرق بعضهم، خلينا نقول أحرق بعضهم، زي إحراق خالد بن الوليد لعنة الله عليه لرأس مالك بن نويرة رضوان الله، تمام؟ طيب وأحرق قبيلة أيضا برجالها ونسائها بأمر من أبي بكر.
في هذه الحروب حروب الذكاء ارتكبت جرائم فظيعة يطول يعني تفصيلها، جرائم فظيعة وشنيعة يطول تفصيلها. بس احنا عايزين ندخل في صلب الموضوع اللي سأل عنه الأخ. طيب حروب الذكاء دي، حروب الذكاء البكرية ادعوا أو اتهموا أو ادعوا إن هؤلاء الذين اعتدى عليهم أبو بكر من المسلمين، هؤلاء المعتدى عليهم، هؤلاء المسلمين اللي اعتدى عليهم أبو بكر وقتلهم لأنهم مش معترفين إن هو خليفة شرعي ومش راضيين يدوله الزكاة لأنه مش خليفة شرعي، البكرية تصويبا لفعل أبي بكر اعتبروا دول كفار واعتبروا دول مرتدين عن الإسلام، يعني مرتدين عن الإسلام. ليه؟ لأن هم ما اعترفوش بخلافة أبو بكر. بس دي كل القضية. طيب حروب بقى الحروب، طبعا هذه الحروب الإمام علي عليه الصلاة والسلام كان موقفه فيها معارض لأبي بكر 100%. طيب الحروب الثانية بقى اللي هي حروب المتنبين، حروب المتنبين اللي هم ادعوا النبوة وجيشوا جيوش وهاجموا بها المسلمين، حروب المتنبين دي كان الإمام علي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الفضل في دفع خطر المتنبين والانتصار على المتنبين. فوجه الإمام علي عليه السلام، وجه الكثير من شيعته من النبي صلى الله عليه وآله المؤمنين لقيادة الجيوش في هذه الحروب. بذلك يعني طفأت نار هؤلاء المتنبين ودفع خطر هؤلاء المتنبين وجيوش هؤلاء المتنبين. تمام؟ ده موقف الإمام علي عليه السلام من الحروب اللي حصلت في أيام أبي بكر. الله. طيب السؤال بقى، لما دول اللي كانوا منعوا الزكاة، اللي منعوا الزكاة دول، لو هم فعلا لما هم مؤمنين ومسلمين وعارفين حق الإمام علي عليه السلام، ما رضوش يدفعوا الزكاة لأبو بكر لأن الإمام علي هو الخليفة الشرعي مش أبو بكر. ليه أبو بكر، ليه قصدي ليه الإمام علي عليه السلام، ليه أمير المؤمنين روح لهم فداء ما استنصرش هؤلاء؟ ليه ما طلبش نصرة هؤلاء واستخدمهم في مواجهة دولة أبي بكر ودولة أبي بكر؟ ده سؤال الأخ بلال. الإجابة على السؤال ده بمنتهى البساطة الأخ بلال، إن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من أهل بيته طاهر عليهم الصلاة والسلام ليهم شروط، يعني كل واحد منهم ليه شروط وظروف محددة من الله سبحانه وتعالى لازم تتحقق علشان يقوم بالسيف، لازم تتحقق علشان يقوم بالسيف. لو توفرت ليه الشروط والظروف دي واكتملت ليه العدة المحددة من الله سبحانه وتعالى له حتى يقوم بالسيف ويحارب، يجب عليه أن يقوم ولو ما تحققتش ليه العدة دي وما تحققتش ليه الظروف والشروط دي، يجب عليه أن يهالم ويهادن. تمام؟ بمنتهى البساطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، ولم لم يقوم بالسيف حتى اكتملت له العدة وتوفرت له الشروط اللي ربنا حددها له سبحانه وتعالى، فقام بالسيف بعد هجرة طبعا 19 شهر في غزوة بدر. تمام؟ كذلك الإمام علي عليه الصلاة والسلام لم يقم بالسيف حتى تحققت له العدة واكتملت له العدة وتحققت له الشروط التي حددها الله ورسوله صلى الله عليه وآله الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بالسيف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشروط، هذه الشروط بالنسبة للإمام علي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام علي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد له عدة 40 رجل على المستوى الأعلى من الإيمان والثبات، على مستوى معين من الإيمان والثبات لا يكون عليه إلا خلص الشيعة. تمام؟ الإمام علي عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس لنصرته ليقوم بالسيف ويسقط حكم أبي بكر لعنه الله. فبايعه عدد من المهاجرين والأنصار على المعدد كبير. بعد كده العدد ده نقص بقى 40 شخص بس اللي بايعوه على الموت. بعد كده
الإمام عليه السلام طلب من هؤلاء اللي بايعوه على الموت ان هم يقاتلوا حتى الموت معه، لما طلب منهم ان هم ييجوا في يوم محدد حالقين رؤوسهم وماسكين سيوفهم، ما جات الا بس هم سلمان وابو ذر والمقداد وعمار رضوان الله عليهم. فما كان في الوقت اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم مات فيه ما كانش في المسلمين حد على المستوى ده من الايمان والثبات غير اربعه. فلو كان عبد الإمام عليه السلام 40 زي الاربعه دول كان قام بالسيف ضد ابي بكر. صحيح بعد كده عاد الناس الى هذا المستوى المطلوب من الايمان والثبات حتى اكتملت العده فقام بالسيف عند مقتل عثمان لعنه الله. تمام؟ لكن ما كانش في الامه في الوقت ده حد على المستوى المطلوب من الايمان والثبات الا هؤلاء الاربعه فقط. طيب هؤلاء بقى اللي منعوا الزكاه، هؤلاء الذين منعوا الزكاه، اولا لم يكونوا على هذا المستوى المطلوب من الايمان والثبات. كانش فيهم حد زي سلمان وابو ذر والمقداد وعمار، ولو كان فيهم ما يكفي لاكمال العده كان الامام علي عليه الصلاه والسلام قام بهم بالسيف. تمام؟ ده اولا. فهؤلاء ما كانش فيهم حد بهذا المستوى من الايمان والثبات حتى لو كانوا شيعه للامام علي، حتى لو كانوا مؤمنين بولايه الامام علي عليه السلام، لكن ما كانوش ثابتين على النصره كما ينبغي، والا لقام بهم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. مش اي حد يعني، مش اي حد مؤمن يبقى على المستوى المطلوب اللي تكتمل به العده. وده في تفصيل بقى في روايات الائمه عليهم السلام في المعنى الحقيقي لهذا الشيعي المؤمن الذي تكتمل به العده للامام المعصوم. تمام؟ يكفي بس ان انا اقول لك يا اخ بلال انه لو في 313 عده الامام المهدي عليه الصلاه والسلام، لو في 313 على المستوى اللي كان عليه سلمان وابو ذر والمقداد وعمار، دلوقتي الامام المهدي عليه الصلاه والسلام لازم يظهر. تمام؟ انا بقول تفهم ايه معنى العده دي، مش اي ناس يعني، مش اي شيعه وخلاص، لا، مستوى عالي لا يصل اليه الا الخلص. تمام؟ ده اولا. هؤلاء لم يكن فيهم من هو على هذا المستوى اولا. ثانيا، هؤلاء ما ظهر منهم من نصرة اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ما ظهر منهم من نصرتهم لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام كان مجرد الامتناع عن اعطاء الزكاه لابي بكر. هؤلاء لم يبادروا او لم يبداوا ابا بكر بالقتال، هؤلاء لم يقوموا بثورة ضد حكم أبي بكر، وإنما هم بس عبروا عن معارضتهم لأبو بكر بأنهم ما يدفعولوش الزكاة. بعد كده لما أبو بكر اعتدى عليهم وجيش الجيوش ضدهم وأرسل لهم الجيوش وراحت الجيوش في مناطقهم وفي بلادهم وفي مساكنهم، هم دفعوا عن نفسهم لما الجيوش هجمت عليهم في مساكنهم وفي مناطقهم، لكن لا يوجد أي دليل على أن هؤلاء كان مستوى نصرتهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكبر من كده، أو أنهم كانوا مستعدين لأكثر من كده. هم نصروا أهل البيت عليهم السلام بأنهم ما دفعوش طبق، لكن لا هم ظهر منهم ما دل على أنهم كانوا مستعدين للثورة ضد أبو بكر وابتداء أبو بكر بالقتال لإسقاط دولته الغاصبة وحكومته الغاصبة الجائرة الظالمة، ولا صدر منهم ما يدل على أن هم كان عندهم نصرة لأهل البيت عليهم السلام أكثر من قضية منع الزكاة. أما مقاتلتهم لجيوش أبي بكر فدي حصلت لما جيوش أبو بكر راحت لهم مناطقهم ومساكنهم. صحيح؟ ده الإجابة على سؤالك أخ بلال. هؤلاء منع الزكاة عن أبي بكر أولاً مع انهم مؤمنين بولايه اهل البيت عليهم السلام وهم شيعه اهل البيت عليهم السلام، لكنهم لم يكونوا من المستوى او لم يكونوا على المستوى المطلوب بالايمان والثبات فاكتمل بهم العده اللي هي 40 زي سلمان وابو ذر والمقداد وعمار رضوان الله عليهم. وثانيا، هؤلاء لم يظهر منهم ما يدل على ان مستوى نصرتهم لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام كانت اكبر من اللي هم عملوه اللي هو منع الزكاه عن ابي بكر لعنه الله.
ده الإجابة على سؤالك. تفضل السؤال الثاني يا أخ فادي. هو وكمان في نقطة أنا عاوز أوضحها، وهي أنه الناس دول كانوا بعيدين عن المدينة حينما حصل الانقلاب وأمر أمير المؤمنين بالاجتماع. هؤلاء يعني كانوا في مناطق بعيدة جدا عن المدينة المنورة، مسيرة أيام إن لم تكن أكثر من كده. فلهذا السبب يعني هينصروا أمير المؤمنين إزاي بعد أن يعني أبو بكر لعنه الله استلم زمام الأمور وجند الجنود وصار كل حاجة تحت سلطته، خلاص انتهى الموضوع. لو كانت في أول أيام كانوا موجودين لربما كان ينهض بهم أمير المؤمنين عليه السلام. طيب السؤال الثاني كان يقول لماذا لم يحتج عليه السلام بالنص نص من كنت مولاه فهذا علي مولاه حينما أمر عمر الخطاب بالشورى المزعومة؟ بس باختصار عشان في عندنا سؤال ثالث يا أخ فايز. وإحنا باختصار كده الإمام علي عليه الصلاة والسلام احتج على القوم، احتج على أعدائه الذين غصبوا حقه وأنكروا ولايته، احتج عليهم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، واحتج عليهم بما ألزمهم أنفسهم به من القواعد اللي هم أجروها والأعراف اللي أجروها اخترعوها ومشوها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل مواقف اللي حصل بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام عليه السلام حج عليهم بالحاجتين دول، بالنص النبوي عليه صلى الله عليه وعلى النبي وآله، وبالأعراف اللي أجراها القوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألزموا بها أنفسهم. تمام. ففي كل المواقف كان الإمام عليه السلام يحتج بالاثنين، بالنص وباللي هم بيلزموا به أنفسهم من الأعراف دي. في كل المواقف نفس الكلام، هو نفس الاحتجاج بقضيتين دول. وطبعا دخول الإمام علي عليه السلام في شورى الستة هو كان أصلا الغرض منه إبطال حجة أبي بكر وعمر في إقصائهم لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن السلطة. كان الغرض هو إبطال حجتهم لأنهم احتجوا بثلاث حجج، احتجوا بصغر سن الإمام علي عليه السلام، وده طبعا مردود عليه وواضح البطلان، كلام فارغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر على أبي بكر وعمر أسامة بن زيد وكان عمره 16 سنة لما النبي صلى الله عليه وآله أمروا عليهم، فإزاي هم يكونوا أولى من الإمام علي عليه السلام بالحكم بسبب عمرهم؟ يعني طبعا ده كلام فارغ يعني ده عليه يعني في تفصيل بس ما علينا، أو مش هنذكر تفصيل دلوقتي بس اختصارا. والحجة الثانية اللي احتجوا بيها انه العرب لا تقبل اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد، يعني العرب لا يتحملوا هذا الامر. والحجة الثالثة اللي احتجوا بيها ان الامام علي عليه السلام هو قتال العرب، والامام علي عليه السلام يعني وتر قبائل العرب بسيفه، وان العرب لا يقبله لان هو قتل ابطالهم في غزوات النبي صلى الله عليه واله. وطبعا ده تهريج، يعني كل ده حجج، دي حجج تافهه وسخيفه. فلما الامام علي عليه السلام قبل الدخول في شورى سته اللي عقدها عمر دي، وطبعا عمر غرضه من ادخال الامام علي عليه السلام في شورى سته هو قتل الامام علي عليه السلام. ان عمر لعنه الله يعني قرر في شورى الستة دي انه لو الستة دول اختلفوا بينهم اللي يعني يكون مخالف لرأي عبد الرحمن بن عوف يقتل. وهو الإمام علي عليه السلام وضح ان هو عمر لعنه الله لم يرد بذلك الا قتل الإمام علي امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. تمام. لكن جرت الامور على غير ما اراد عمر، فما كانش التفصيل اللي عمر ذكره قبل هلاكه هو اللي تحقق وحصل، الموضوع اختلف يعني. على كل حال، وده ان شاء الله ممكن نتكلم فيه بالتفصيل بعد كده، لكن باختصار دخول الإمام علي عليه السلام في شورى الستة، يعني قبول دخول في شورى الستة كان لإبطال حجة أبي بكر وعمر لعنهم الله في إقصاء الإمام علي عليه الصلاة والسلام عن السلطة. هم لما استولوا على السلطة قالوا الإمام علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم مش هينفع يكون هو الخليفة، مش عارف يعني يكون هو الحاكم. ليه؟ عشان هو قتال العرب، العرب مش هيقبلوا حكمه، وهو يعني قتل أبطال العرب في الغزوات، وهو ابن عم النبي وأخو النبي وأقرب الناس نسبا للنبي، والعرب لا يقبلوا اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد. طيب نفس الصفات دي، صفات الإمام علي عليه السلام، هي
زي ما هي موجودة مستمرة لم تتغير. ايه بقى اللي خلاه دلوقتي بقى اهل للخلافه يا عمر لعنة الله عليك يا عمر؟ يعني ايه اللي خلى دلوقتي الامام علي عليه السلام اللي ما كانش ينفع يبقى هو الحاكم لانه هو قتال العرب ولانه هو اخو النبي صلى الله عليه واله، ايه اللي خلاه دلوقتي بقى هو ينفع يبقى الحاكم؟ لما دخلوا عمر دخل الامام علي عليه السلام بشورى السته دي اللي هم السته اللي هيجتمعوا وهم السته نفسهم يختاروا واحد منهم، طبعا ما لهمش دعوه بالاختيار خالص، هم السته دول يختاروا يعني واحد منهم حسب الشورى العمريه دي، ولو اختلفوا يتقتل بعضهم. القصه الكوميديه دي. على كل حال الامام علي عليه الصلاه والسلام ابطل بدخوله في شورى السته حد بكر عمر في إقصائه عن السلطة، وبقيت قضية شورى الستة شاهد قائم في التاريخ وبطول التاريخ وإلى يوم القيامة على كذب أبي بكر وعمر ولعنة الله عليهما، وعلى تناقض أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما، وعلى بطلان دعوة أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما في عدم أهلية مولى العالمين علي عليه الصلاة والسلام للحكم بعد النبي صلى الله عليه وآله. تمام. أما احتجاج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام احتج في كل المواقف التي احتج فيها على القوم، احتج عليهم بالنص عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبما ألزم به القوم أنفسهم من أعراف أجروها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتفضل أخ فايز، السؤال الثالث. السؤال الثالث والأخير يقول فيه الأخ بلال: الإمام علي بن أبي طالب استشهد في الرحبة في حديث الغدير، فقام 12 بدريا يعني وشهدوا له بأنه بالفعل في الغدير قالوا هكذا، ولما سمع أهل الشام بدأوا يلعنونه، يلعنون علي بن أبي طالب عليه السلام، فلماذا استشهد أمير المؤمنين بهذه الرواية هنا ولم يستشهد بهذا الأمر من قبل؟ يقول يعني دي فضيلة، مجرد فضيلة عشان ما يتلعنش أمير، يعني حسب ما فهمت منه دي فضيلة عشان ما يتلعنش أمير المؤمنين عليه السلام، وتبين مدى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله ليه. والله يا أخ فايز دي ده يعني اللي قاله الأخ بلال واضح أنه سمعه من بعض، يعني المنطق ده والتفكير واضح أنه سمعه من بعض الدجالين بتوع البكرية يعني وحي، لأنه طبعا ما فيش أي دليل يدل على أن احتجاج أمير، لأنه طبعا ثبت عند المخالفين اللي بيسموا نفسهم أهل السنة أن الإمام علي عليه الصلاة والسلام احتج على الصحابة في الرحبة في الكوفة، في رحبة الكوفة احتج على الصحابة بحديث الغدير وبيعة الغدير، تمام، في أيام حكومته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا البكرية لازم يحاولوا يرقعوا القضية زي ما بيرقعوا دايما القضايا، فبيقولوا ان هو مجرد علشان الناس ما تسبوش، طبعا ده كلام عبيط، يعني ما فيش اي دليل يدل على ان احتجاج الامام علي عليه الصلاه والسلام على القوم بهذه البيعه، بيعه الغدير، هو مختص بقضيه السب، ان ده مختص بقضيه السب دون غيرها، لا ما فيش اي دليل يدل على كده، انما هذا الاحتجاج كان احتجاجا لتذكير الناس بولايته على الناس، ولايته التي هي نفسها ولاية الله، ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، الولاية المطلقة التي تشمل حق الطاعة والأولوية في التصرف. وطبعا قضية ان الناس ما تسبوش دي قضية طبعا مفروغ منها عند الاعتراف بولايته عليه الصلاة والسلام، لكن الاحتجاج منه عليه الصلاة والسلام لم يكن مختصا بقضية سب دون غيرها، إنما هو احتجاج عام لإثبات ولايته التي طبعا تشمل حق الولاية المطلقة التي تشمل حق الطاعة والأولوية في التصرف، والتي تعني أنه القائم مقام النبي من بعده، وأنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هو صاحب الحق في الحكم. وحديث الغدير بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر، طبعا حديث الغدير هو أشد الأحاديث تواترا عند البكرية اللي بيسمى نفسهم أهل السنة، حديث الغدير هو حديث ثابت عند البكرية، ورد في مصادر كثيرة جدا عندهم، وورد عندهم بأكثر من 600 سند، ورد حديث الغدير عند البكرية بأكثر من 600 سند في مصادر البكرية، تمام، اللي بيسمى نفسهم أهل السنة.
وورد عندهم عن الطبقة الأولى من الرواة، يعني الجيل الأول من الرواة، عن 110 من الصحابة في الطبقة الأولى، يعني في الجيل الأول من الرواة. فهو في أعلى درجات تواتر، بل هو على حد اطلاعي أنا هو أشد الأحاديث تواتراً عند البكرية على الإطلاق. والتواتر معناه، التواتر في علم الحديث معناه ورود الحديث عن عدد كبير من الرواة في كل طبقة من الرواة، تمام؟ وطبعاً التواتر عندهم عند البكرية بيبتدي بإيه؟ بخمس رواة كل طبقة. يعني لو الحديث ورد عن خمس رواة أو أكثر في كل طبقة بيعتبر حديث متواتر، يعني قطعي، قطعي بيعتبر حديث. والتواتر ده يعني يثبت قطعية الحديث. طيب، هو حديث بقى الغدير ده ورد في الطبقة الأولى من الرواة عن 110 من الصحابة، يعني في الجيل الأول، وهكذا ورد متواتر كبير من الرواة في كل طبقة، هو في أعلى درجات التواتر عندهم. وحديث ده بالنسبة لثبوته وبالنسبة يعني رواياته عندهم، وهو حديث صحيح متواتر، وهو يعني أشد الأحاديث تواترا عندهم. ده بالنسبة لقطعية الصدور. أما بقى بالنسبة للدلالة، فدلالة الحديث واضحة بينا، وهو الحديث باختصار إن يعني طبعا يعني احنا مش هنذكر الوقت قضية الغدير بالتفصيل، لكن هنذكر الجزء من خطبة النبي في الغدير المعروف بحديث الغدير، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار يعني أثناء عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع توقف في مكان بين مكة والمدينة يسمى غدير خم، توقف في مكان في الصحراء اسمه غدير خم بين مكة والمدينة، وجمع الناس، وروايات طبعا بتاعتهم بتختلف، يعني اختلفت في عدد الناس اللي اجتمعوا لي ما بين 20,000 إلى 120,000 من المسلمين. فجمع الناس وخطب فيهم خطبة، وقال في خطبته: ألا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم، قال في خطبته: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، قال اللهم اشهد. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، قال اللهم اشهد. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، قال اللهم اشهد. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. تمام؟ الحديث واضح، واضح في معناه ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام المطلقة على الأمة، واضح المعنى، بين. البكرية بيحاولوا يأولوا هذا النص الصريح بأن الولاية هنا معناها المحبة، معناها أي حاجة غير الولاية إطلاق اللي هي ولاية الله ورسول، لا، دي ولاية بمعنى المحبة، زيه زي أي حد من المسلمين نحبه. ده كلام فارغ طبعا. أولا لأن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعني الولاية المطلقة التي تشمل حق الطاعة والأولوية في التصرف. ولما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني هو يثبت للإمام علي عليه السلام نفس ولايته. وعشان يعني يخصص معنى بولاية جزئية أو ولاية بمعنى ثاني زي المحبة بس، أو حاجة يعني جزئية صغيرة، فده محتاج لدليل على أن الولاية هنا معناها الولاية الجزئية دي، مش الولاية المطلقة اللي هي ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يوجد أي دليل، لا يوجد أي دليل على أن الولاية هنا مش معناها الولاية المطلقة للنبي اللي هي المتبادرة للذهن عند ذكر ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فمن كنت لما النبي يقول من كنت مولاه فهذا عليه مولاه، هذا صريح في أن للإمام علي عليه السلام نفس ولاية النبي صلى الله عليه وآله. ده أولا. ثانيا أستاذ عمرو عشان الراجل استنى، وإحنا بوقت البرنامج هينتهي. آخر اتصال مين معنا؟ ماشي ماشي. مين معنا؟ ممدوح من البحر الأحمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ ممدوح. الله يخليك، تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغرور الميامين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائنا أعداء الدين إلى يوم الدين. والله أنا في يعني مش سؤال ولا حاجة، بس أنا في يعني في حاجة مضايقاني في اللي بيحصل ده. نعم. يعني شايف الأمة
كل جاهز الشيعة سب الصحابة وسب أبو بكر وسب عمر وسب 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 وجميل الدنيا مصدقين ووصلت بالموضوع ده وما فيش سؤال سألته أنت إيه ما بكتير بيقطع رقبته في كربلاء وسبية نساء وتك عرضه والإمام الحسن تبرد جنازته والإمام علي كتف الحفل المحراب لأن ما تسألش على أهل البيت ومتحمسين له كده للصحابة وفيه أصلا مناعين ومعروفين ليه بنكلم كهيل يعني وناخذ الأمور بالعدل أفضلين ما جملش بيه على حد بالفعل وبارك الله فيكم أستاذ فايز جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أشكرك جدا على الإضافة دي يا أستاذ ممدوح طيب يا أستاذ عمرو النقطة الثانية للموضوع اللي كنت بتقوله يا أخ فايز النقطة الثانية احنا بنتكلم على حديث الغدير وعلى ان حديث الغدير صريح في الدلالة على وقطع الدلالة دلالته على ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام بمعنى الولاية التي هي نفس ولاية الله والرسول صلى الله عليه وآله التي تسمى الطاعة والأولوية حكم للمسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وآله الغدير قطعي الدلالة على هذه الولاية بدليل زي ما قلنا أنه ولاية النبي صلى الله عليه وآله تعني الولاية المطلقة ولا يمكن أن تؤول بمعنى غير الولاية المطلقة إلا بوجود دليل على أن المعنى مش هو الولاية المطلقة وما فيش دليل على كده نرجع للأصل أن ولاية النبي تعني الولاية المطلقة من كنت مولاه فهذا عليه مولاه يعني من كنت وليه بالولاية المطلقة ولاية على الخلق فعلي مولاه يعني وليه بالولاية المطلقة ولاية الله على الخلق ده أولا ثانيا النبي صلى الله عليه وآله في الحديث ده قال إيه ألست أولى بكم أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فده دليل تاني على إن الولاية دي المقصود بيها الولاية المطلقة لأن قال ألست أولى بكم من أنفسكم يعني أولى بكم من أنفسكم يعني له الولاية المطلقة على المسلمين التي تشمل حق الطاعة والأولوية في التصرف فقالوا له أيوة نعم بلى قال إيه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه يعني الولاية المطلقة التي تعني حق التي تشمل حق الطاعة والأولوية في التصرف مش مجرد المحبة أو زيه زي بقية المسلمين يعني النبي صلى الله عليه وآله جمع 120 ألف من المسلمين وعمل منبر في وسط الصحراء منبر ما كانش موجود جاب أقتاب الإيه أمر بأنه يتعمله منبر من أقتاب الإبل عشان يصعد عليه ويخطب عشان يقول للناس الإمام علي عليه السلام له نفس الحقوق التي لأي مسلم ده لا يقوله إلا السفهاء والحمقى ويعني المغفلين وكلمة المغفلين مؤدبة كمان في تعبير عنهم يعني زيادة عن اللزوم لكن طبعا المعنى واضح وبين ما فيش أي مجال لتأويل حديث الغدير إلا بمعناه الواضح وطبعا هنفصل بعد كده في حديث الغدير وبيعة الغدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ فيها البيعة من المسلمين للإمام علي والأئمة من بعده والأئمة من بعده عليه السلام كما ثابت عندنا في خطبة الغدير عن النبي صلى الله عليه وآله بالولاية على الأمة من بعده وبالخلافة والإمامة والوصية والمسلمين بايعوا وسلموا ثم انقلب المنافقون على النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وكانت بيعة الغدير قبل استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بسنة يوم أما وطبعا من ضمن الروايات المتعلقة ببيعة الغدير الواردة عند البكرية قضية احتجاج علي عليه السلام على الصحابة ببيعة الغدير وكلام النبي صلى الله عليه وآله في الغدير احتجاجه على الصحابة بذلك في رحبة الكوفة في أيام حكومته عليه الصلاة والسلام وهذا الاحتجاج طبعا هو احتجاج عليهم لتذكيرهم بولايته المطلقة عليهم مش مختص بقضية سبه أو وعدم سبه بس كده لوحده لا طبعا المعنى مطلق ولا يدل أي دليل ما فيش أي دليل على أن هذا الاحتجاج خاص بقضية السب وليس احتجاجا لإثبات ولايته أو لتذكير الناس بولايته المطلقة عليه الصلاة والسلام على الأمة وعلى الناس نعم ده المعنى يا أخ بلال وبارك الله فيك وهاك الله لولاية محمد وعليه وآلهم الطاهرين والبراءة من أعدائهم وطبعا أحيي الأخ المتصل أبو حمزة اتصل أحييه وأشكره على اتصاله ده وعلى كلامه رب
ويثبته يا رب ويجعله نصرة للإمام الحج عليه الصلاة والسلام ولشيعة الإمام الحج عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف. وطبعا أحيي الأخ ممدوح المتصل من البحر الأحمر وأشكره على اتصاله، ويعني أقول له يا أخ ممدوح إحنا بنحاول نفهم الناس أن أصحاب الحرة وأصحاب الحق في الموالاة والطاعة هم أهل بيت النبوة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، مش الحثالة، مش الحثالة الزبالة اللي القوم بيقدسوهم ويقدموهم على أهل بيت النبوة وطهر عليهم الصلاة والسلام. وطبعا أختم بس قضية يعني النهاردة، بس عايز يعني موضوع الحلقة عايز بس أقول كلمتين في النهاية بالنسبة لموضوع الحلقة، وهو قضية آية الغار. آية الغار هنا، آية الغار بقى بعد ما بينا ووضحنا أن أبو بكر كان جاسوس، نقراها بقى كده ونفهم معناها، نفهم معناها كده إيه؟ أستاذ عمرو، أستاذ عمرو، أستاذ عمرو، يا أستاذ عمرو، إحنا هنفهم معناها السادة المشاهدين الكرام بكرة إن شاء الله. إحنا هنكون معاهم، إحنا أنا آسف على المقاطعة عشان وقت البرنامج انتهى خلاص. إخواتنا المشاهدين الكرام، إحنا هنكون معاكم إن شاء الله بكرة الساعة 10 حسب توقيت القاهرة إن شاء الله، الساعة 8 حسب توقيت جرينتش. وبإمكانكم مشاركة والاتصالات في هذا البرنامج من خلال خدمة الفايبر والإيمو والواتساب، لو تعمل فيديو لا يتجاوز دقيقتين وترسل إشكالك وإحنا هنبثه ونجيب على إشكالك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وأشكر الأخ عمرو على الإجابات بتاعته وقبول الاستضافة في البرنامج، وإن شاء الله هنكون معكم بكرة الساعة 10. إلى ذلك الحين أستودعكم الله من هنا من أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.